صراحة هي لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم. صباح الخير يا جماعة. أنا قبل ما أبدأ، بالأمس وعدت الطالب عبد اللطيف داري العريفان، قال لي أستاذ اتحيوني بعد ما أقرأ القرآن، فأبشر يا عبد اللطيف، أبشر أبشر يا عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نهاية لا تزال تبدأ وبدءاً لا ينتهي، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فحياكم الله وأهلاً وسهلاً بكم في المسرحية الغنائية الجسر تحت شعار معاً نبني للتواصل جسور فقد آن لنا العبور. هذه المسرحية التي يقدمها أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة. إذن هذا الحفل مختلف جدا، هذا الحفل استثنائي بكل ما تعنيه الكلمة. نحن إذن على موعد مع عمل فريد من نوعه، فدسمان اليوم أزعم أنها ليست كدسمان الأمس. أذكر أن السؤال الجوهري الذي كان حاضراً في أول اجتماع تحضيري لهذه المسرحية: أترى نستطيع أن نقدم طلبتنا في مستوى يليق؟ أتراها كانت جرأة ومغامرة أم ثقة في أبنائنا وقدرتهم على الإبداع وعلى التميز؟ سأترك لكم الإجابة. سيظل هذا العمل روحاً بيننا ترسم وجهة مجتمع بأكمله،
وتوضح مدى عمق وثقافة أفراده وأدبياتهم في التعامل مع هذه الفئة التي تمتلك قلوباً رقيقة وعقولاً غضة وأرواحاً لا تعرف غير الحب سبيلاً. إن هذا العمل يأتي في إطار تنمية المواهب وإطلاق الإبداعات، ومن شأنه أن ينمي مهارات القيادة وينقلنا إلى أبعاد أعمق وأرحب. يأتي هذا العمل المسرحي في إطار تبني المدرسة لرؤية دولة الكويت، دمج أصحاب الهمم بمجتمعهم وتوفير كل أسباب التمكين لهم. ومن أجل ذلك كله أردنا أن نحيط طلبتنا بكل رسائل الدعم والتمكين، وأن نقول لهم إننا فخورون بكم، وحرصنا على دعوة خيرة الخيرة من أبناء الكويت، حرصنا على دعوة رجالات الكويت لنقول لهم نعم نحن معكم. فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إدارة مدرسة دسمان ثنائية اللغة، يطيب لي الترحيب ابتداء بالسيدة هنادي المبيلش المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتفضلها بقبول رعاية هذه المسرحية، فشكرا لك سيدة هنادي. وإلى كل ضيوفنا الأكارم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وإلى السيد أسامة السلطان، أكبر تحية الذي نعلم مقدار انشغالاته، لكنه قال لمديرة المدرسة إذا كانت هذه المسرحية لطلبة ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة فأنا أول الحاضرين. حيوا السيد أسامة السلطان الوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالإنابة، وكذلك بالدكتور سلمان اللافي مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، شكراً لكم دكتور لحضوركم الكريم. يشرفنا في الحضور السيد بشار عبد الله نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة والشباب، وكذلك فإننا نعتز كثيراً بوجود الإخوة والأخوات أصحاب المدارس الخاصة وقيادات العمل التربوي، فيا أهلاً ويا سهلاً بكم وشكراً لدعمكم المقدر، نحييهم رجاءً. شكراً للزملاء في الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم كالد، وفي مقدمتهم السيدة آمال الساير الرئيس التنفيذي للجمعية. يعني شهادتي فيك مجروحة سيدة آمال. وأيضاً أود أن أشكر ونثمن إسهام الإخوة في بنك الكويت الوطني في دعم هذا العمل المسرحي، فأهلاً وسهلاً بالسيد عبد العزيز بوشهري والسيد خالد الأنصاري. إن إدارة المدرسة تقدر عالياً التعاون مع شركة إمبريشن ميديا جروب للإنتاج الفني والمخرج المبدع السيد محمد غنيم، وكذلك السيد عبد العظيم بازيد مدير الدعاية والتسويق. ويتشرف هذا الحفل بحضور مجلس الآباء والمعلمين شركاؤنا في رحلة التعلم، وفي مقدمتهم الدكتور مشاري المحمود، فأهلاً وسهلاً بكم وفي جميع أعضاء مجلس الآباء والمعلمين. يا جماعة، أعطاني أحد المعلمين حالة ست هنادي، حالة إبداع، هذه حالة
من أيام من أسابيع فقط صارت في هذه المدرسة. بدي أطلب منكم نحيي الطالب محمد حازم التركيت. هذا الطالب أنا يعني رح أطول عليكم لو قرأت إنجازاته. فقط بالشهر الماضي أقيمت في الشهر الماضي في البرتغال بطولة عالمية وسجل رقما شخصيا جديدا بمدة 49 ثانية لسباق 100 متر حرة لسباق 50 متر. والطالب لديه العديد من البطولات. أرجو الآن بسمعكم هو، أرجو أن نوجه له تحية كبيرة. رئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة، أولياء الأمور الكرام جميعا، إلى كل الذين لبوا دعواتنا لنشهد جهود طلبتنا وهم يعزفون على أوتار الإبداع لحن الموهبة والانطلاق، إلى كل هؤلاء نقول صباح الوطن، صباح الخير. أرحب بكم وأنتم جميعا أهل الدار. صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطآن والسهلة. صباح الخير يا قمما إليك الشمس تهدي القبلة الأولى، وأنت الخير يا من في كتاب الله ذكرك آية تتلى. أما الآن مع كلمة ربان السفينة وقائد هذا الصرح التربوي، مع كلمة مديرة المدرسة، كلمة من القلب إلى القلب، السيدة سمر ديزمان مديرة مدرسة دسمان ثنائية اللغة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم المرسلين. أنا لن أطيل عليكم، أنا كان في عندي كلمة مكتوبة، ولكن يعني بحضوري بروفات المسرحية حبيت إنه الكلمة تكون من القلب للقلب، لأنه الآن ستشاهدوا بأنفسكم إنه فعلاً العمل نابع من قلوب هذه الطلاب، يعني فرحتهم وحفظهم للنصوص شيء إبداع غير طبيعي خيالي، يعني فعلا أثبتوا لنا جميعا أنهم تحدوا الصعوبات وتحدوا إعاقاتهم، وفعلا اندمجوا في المجتمع وهم بالعكس على رأس هذا المجتمع. وطبعا بهذا المنبر بحب أني أحيي ست هنادي مرة أخرى، لأنه فعلا من دون دعم الهيئة ما رح نوصل لأي شيء، لأنه دعم طبعا دولة الكويت الحبيبة، لأنه فعلا هي ترعى هذه الفئة من الطلاب. وطبعا وجود وزارة التربية ممثلة بالسيد أسامة السلطان والدكتور سلمان اللي دائما يدعمنا في كل مشاريعنا، أنتوا كلكم شرفتونا. وطبعا أنا لن أستطيع أن أحقق أي شيء من دون دعم مجلس إدارة المدرسة اللي ممثلة بالأستاذ سامة الأرملي والست نادرة والسيد أحمد، لأنه فعلا حتى لو كان في ربان للسفينة لازم يكون في بنزين للسفينة، ومن دون دعمهم ووجودهم معانا يوميا في هذه المدرسة لن نستطيع أن نحقق أي شيء. طبعا ومجلس الآباء بحب أشكركم مرة ثانية، لأنهم فعلا هم شركاء في إدارة هذه المدرسة ويذللوا لنا الصعاب. أنا لن أتكلم أكثر من ذلك، وبحب أنه أنتم تشاهدوا معي فعلا هذه الفئة شلون يطلع منها، وشعارهم اليوم شعار إحنا نقدر، وأنتم شايفين هذا الشعار على كل المطبوعات والأشياء الموجودة أمامكم، ففعلا رح يثبتوا لنا إنهم فعلا يستطيعون ويقدرون. وأهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. ينضم لنا حالا الأخ فيصل الموسوي. شكرا شكرا فيصل لوجودك بيننا اليوم. طبعا فيصل أشهر من نار على علم، و
الأخ فيصل أسرع غواص في العالم في موسوعة جينيس، بدك تعلمني، وأسرع سباح سنوركل في العالم في موسوعة جينيس، والرئيس التنفيذي لمركز الفيصل يونيفرسال للتأهيل من الإصابات. أخي فيصل، وجودك يعني لنا الكثير، شكرا لك. في القلوب إيمان كما في الورد ألوان، مهما قيل لا نعرف المستحيل، أصحاب الهمم نحن مهما كان، لكننا نشفق على من أعيق في الضمير والوجدان. النور نورنا، واليوم يومنا، والعزم عزمنا، والهمة متقدة. تشابكت قلوبنا هنا وزينت قلوبنا المنى، الحب يروينا هنا، كويت تحتوينا بخيرها بعطائها، تسري الحياة فينا. أكبر من كلماتي، أعظم من أشعاري، هذا الجيل الآتي فياض بالأنوار، فرسان الخير لهذا الكون، هم الأمل الموعود، هم الأمل الموعود، هم الأمل الموعود. المجد لمن يصغون من الصعاب مفاتيح للأبواب، المجد لمن ينسجون من الأوجاع خيوط الإبداع، المجد لمن مروا عبر جسر من جراح إلى واحات الأمل والنجاح، جاءوا لنا اليوم برسالة، إن كثر الألم فالأمل أكثر، إن كبر التحدي فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نقدر نقدر نقدر، والديرة فينا تفخر تفخر، لو الألم يكبر يبقى الأمل أكبر، ونقول بأعلى الصوت نقدر 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 نقدر، والديرة فينا تفخر نقدر نقدر، الله الله أكبر نقدر نقدر، والديرة فينا تفخر نقدر نقدر، الله الله أكبر. احنا التحدي والأمل الله يقوينا، نقدر بعد هذا التعب نبلغ أمان.
الأنوار. بيت أبي نهار فياض بالأنوار، يغمره رب الكون بالود والاستقرار. يا أبناء أبي نهار، ما أروعكم يا أخيار، فلتسقوا الصبح أمانيكم واروا الأرض بالإيثار، واروا الأرض بالإيثار. من بالأنوار، أنت لنا الدليل من كنعرف
فنحن نستطيع لن يضيع جهدنا. ما شاء الله. أبنائي، أحبائي، استمتعت كثيرا بغنائكم الرائع. نتعلم منكم يا أبي الذوق والرقي، نستلهم الصفاء من وجهك البهي. أنا أحبك يا أبي، أحب أمي. أحبائي، اليوم أخبركم خبرا. ها؟ نبرة صوتك تقلقني يا أبي. لا تقلقوا يا أبنائي، قضاء الله كله خير. نعم يا أبي، لكن لماذا تتحدث هكذا؟ لم يبقى أمامي إلا أن أصارحكم يا أغلى ما في حياتي. تحاليل وفحوصات أثبتت أنه لا علاج لمرضي إلا خارج البلاد، وهذا ما كنت أريد أن أحدثكم فيه. لا تقلقوا بالله عليكم، سنعود ويلتئم شملنا وتندمج من جديد عائلتنا إن شاء الله يا زوجتي الحبيبة. السلام عليكم أبي. اشترينا البذور أنا وطلال وفأسا بعد أن انكسرت ذراع الفأس الذي كنت أستخدمه، وكذا اشترينا السماد اللازم لتحسين التربة. أحسنتما، لكن لماذا لم تشاركوا إخوانكم معكم؟ أبي، فضلنا أن ننجز أمورنا سريعا. لا أبي، طلبت أن أكون معهم ورفضوا. أبي فضل. أبي خيرا، لله الأمر. بالمناسبة، منذ قليل أخبرت إخوانكم بخبر. أنا أعرف، أتوقع أننا سننقل سكننا ومن ثم سنترك هذه الأرض. لا يا نهار، سأسافر أنا وأمك في رحلة لاستكمال علاجها خارج البلاد. سلامات يا أمي. سلامات يا أمي، ترجعين بسلامة الله وحفظه. في أمان الله. أبنائي، أنا أثق بكم إلى أن نعود. أترككم في هذه الأرض، الأرض ملك لنا جميعا، لا أحد يتميز على أحد إلا بالعطاء. تعاونوا معا، أوصيكم بالتعاون في كل شيء مهما كلفكم ذلك من الوقت، فكلكم سواء يا أروع الأبناء. نعدك يا أبي أن نفعل كل شيء ليكون كل شيء على ما يرام. سافر بالسلامة وستعود لترى ما يرضيك.
لم تقفون هكذا؟ هل سنفعل شيئاً آخر يا أخي نهار؟ شكراً طلال، لقد تعبت اليوم، جزاك الله خير. لم تقفون هكذا؟ ادخلوا واستريحوا، سأستدعيكم عندما ننتهي من طهو الطعام. نحن لم نتعب لنستريح، على الأقل لنساعدكم في طهو الطعام. وأنا ألم ترني قبل ذلك أساعد أمي في... فقط استريحوا. شكراً، لو احتجنا لأحد سنستدعيه، لا داعي لإهدار وقتكم الثمين. وقتكم الثمين؟ عموماً رقبتوا، نحن جاهزون. نريد أن نكون معكم. جزاكم الله خيراً، ادخلوا، سأطلب منكم المجيء عند الحاجة. نهار؟ نعم يا طلال، هل تريد شيئاً؟ أريد أن أتحدث معك في أمر هام. كل آذان صاغية أخي طلال. نعم تمام تمام مفهوم طبعا، بالطبع أكيد. والآن ماذا سنفعل يا نهار؟ طلال، إخواننا هم بالتأكيد ضمن عائلتنا، لكن لهم ظروفهم، لا شك أن هذه الأرض تحتاج إلى جهد وعمل كي نجعلها جنة، هذا حلمي. انتهى الأمر، وصلت الرسالة يا طلال. قلت ما في نفسي، دعني أتصرف، لا تحمل همّا. تتصرف ولا يحمل همّا؟ ماذا يحدث هنا يا نهار؟ فيما تتحدثان يا طلال؟ لا عليك، اهدأ ولا تثري المشاكل، ستعرف لاحقا. سعاد، سعيد، نهار وطلال يحدثون عنا. من حقه وحقنا أن نعرف ماذا يدور حولنا. احترم نفسك، احترم نفسك، ادخل، احترمني، ستعرفون كل أرحمنا. شيء في الوقت المناسب. احترم نفسك، فقط احترمني. استريحوا الآن، ارحمنا. اذهب للداخل، نهار. اذهب للداخل، اتمع. هيا كلكم الآن، اتكت. هيا اذهب، اتكت. احترم نفسك، يلا. السلام عليكم مهندسنا الغالي أبا بدر. ألو. وعليكم السلام نهار، كيف حالك وحال أخوتك؟ الحمد لله أبا بدر، كلنا بخير حال. لست بحاجة في غياب أبيك أن أذكرك أن لأبيك أخا اسمه أبو بدر، إن احتجتم أي شيء فأنا رهن إشارتكم. بالفعل نحتاج، هناك مفاجأة أنتويها لأسرتنا الجميلة، أريد مساعدتك فيها كونك مهندس. تفضل يا نهار، لو استطعت فلن أتأخر. أريد شق نهر وسط أرضنا ليجملها. شق نهر؟ لكنه سيقسم الأرض وسيحول دون اندماجكم. أي اندماج يا سيدي؟ الجميع سيسعد بهذا الأمر. هل بلغت أباك بما تنتويه؟ قلت لك أنني أرتب لهذه المفاجأة، والجميع سيسعد بها، أنتظرك غدا. تمام، سيكون العمال عندك غدا، وأعتذر لك لأني مشغول فلن أكون معهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طلال، رائحة الطعام اقتحمت أنفي الجائع، مبدع كعادتك. طعام لم يتذوقوا حتى من يد أمهم، ها، لكن من يقدر؟ لن يقدروا، هم يكرهوننا، دعنا نعامل الله فيهم. يا ايش الطار؟ احترم نفسك. اين انتم؟ الطعام جاهز. اعتقد ان ابي وامي سمون باسماء تستطيع ان تستخدمها عندما ترغب في ذلك. نحن لسنا نكرات يا حضرات. احترم نفسك، احترم نفسك. بعدين حصلت الفلسفة. لحظة يا طلال، رفقا بهم، اسمعوني جميعا، هذه الأرض
التي على ترابها نقيم، وصى عليها إخوتي والدنا الكريم. بالفعل، وكما ذكرت وصانا أبي خيرا بهذه الأرض وكذا بأخوتنا واحترامنا لبعضنا ووحدتنا معا. فما الجديد إذن؟ اليوم بين يديكم أطرح اقتراح، الماء تحت أرضنا عذب قراح، فما الذي يضير إن جعلنا الماء يسري بيننا؟ نريد أن نضفي على الأرض جمالا إخوتي. ماذا تقصد؟ ماذا تريد يا نهار؟ نهر صغير نشقه في أرضنا وحوله الزهور تفوح بالعبير. نهر يشق أرضنا؟ يشق أرضنا؟ يشقها؟ نعم، لكنه يروي زروعنا ويملأ الحياة بالبهاء والهنا. لكنه يظل شقا يا حبيب، فلنرويها معا من روحنا بعزمنا بحبنا، فكلنا أخي هنا لا فرق يبدو بيننا. الأرض كلها لنا، نعم، لكن هناك فرق بيننا. لا لا تقل هذا. آسف، لا أقصد. نعم سيجري النهر بيننا، لكنه أخي سيشتت شملنا، من سيكون على لن يضير شق النهر يا أخي الصغير، فلتترك الأمور للقدير. نحن وأنتم رغم شق النهر شيء واحد. نحن وأنتم؟ من متى بيننا نحن وأنتم؟ ومن أنتم تقصد؟ نهر، من نحن ومن أنتم؟ سعاد تسألك يا نهار، من يا ترى سيقيم على ضفة النهر اليمنى، ومن سيقيمون على ضفة اليسرى؟ أجبني وأجب سعاد. أنا وطلال سنقيمها هنا، وأنتم تعملون في أرضكم على الجانب الآخر. أرضنا؟ ما هكذا أراضنا أبي؟ ألسنا سواء؟ ألسنا سواء يا نهار؟ لسنا سواء. آسف يا سارة، لا بأس يا أختي، لكل منا مكانه وظروفه، ثم لم يمنعكم أحد من العمل في الجزء الخاص بكم. يختلف بيننا الأداء، وليس من العدل أن يجلي الجميع ذات الثمار. كل يأخذ على قدر ما يستطيع أن يقدمه. إيش الطار؟ ومن وضع الإطار لحدود استطاعتنا غيرك أنت ونهار؟ ما أشوقنا إليك يا أبي، ما أشوقنا إليك يا أمي. أمي، أبي، متى تعودون؟ لماذا تتهربون منا؟ إذا كان باستطاعتنا إنجاز العمل، لماذا كلما حاولنا أن نندمج ونتفاعل معكم تعاملونا بهذا التكلف والتخلف؟ تكلف؟ تخلف؟ إلى هنا انتهى الأمر. دمج دمج، كل امرئ بما كسب رهين. الناس يبعثون يوم القيامة فرادى، كل على حسب عمله المنفرد وليس المندمج. ثم بالمناسبة، يوم القيامة فرادى، لكن في الدنيا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تبارك الله العظيم. إيش الطار؟ اسمعوني جيدا ولا تقاطعني يا محترم. نهار لا يستشيركم، لقد قرر وقد فوضه أبي ليدبر أمور العائلة في غيابه. هو ابن القرار يا إيش الطار. صديق أبينا أبو بدر مهندس، تعرفون كم هو متميز. اتفقت معه وسيأتي عماله اليوم لشق النهر. لحظة، هل تواصلت مع أبينا؟ لماذا تقرران منفردين هذا التشتت؟ ألسنا أخوانا لكم؟ نار نار. اصمت، لن يجدي الكلام، قولوا ما بدا لكم، أنتم أحرار، أما أنا فقد اتخذت القرار.
هيا كلكم الآن هيا. أخي نهار الآن بعد شق النهر، هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ أوه سعاد، الأمر باختصار، الأمر باختصار. هذه الحياة كالمطار، هل في المطار طائرة تبقى ولا تطير؟ ماذا تقصد؟ ماذا تريد؟ نريد أن نطير، نريد الانطلاق لأبعد الآفاق،
وهل وجودنا معا أعاق الانطلاق؟ تنثجان أنتما خيوط هجر وفراق. سعاد سعاد، هذه الحياة لا تدار بالعواطف، لا نقصد الفراق، إن لهذا النهر ضفتين، أنتم تعيشون هنا ونعيش في الناحية الأخرى بمنتهى البساطة، وكل ميسر لما خلق له، وأعتقد أن الأمر انتهى ولا داعي للمزيد من الكلام. باختصار، كل له حلمه وله خطوته، تتفاوت السرعات. ما الذي يجبرنا على يجبركم على ماذا؟ يجبركم على ماذا؟ سعاد، نهار، ما قيمة الحوار إن كان كل واحد فينا أضمر في داخله القرار؟ ما شاء الله، وماذا قررت يا حسن؟ قررت وقررنا أن نعمل ولا نعبأ بتضبيط أو تحبيط، وقررت بالمناسبة أن أذكرك بنصيحة أبينا المسافر. تذكر حكمة أبي التي كان يرددها: الخير للجميع، الخير بالجميع، بوردة واحدة لن يجمل الربيع. النهر حال بيننا، نعم لم أنكر، هذه فرصتكم، عيشوا حياتكم، ونحن أيضا، لكل منا حياته وتحدياته. ولماذا تصر أنت وظلال أن تكون ضمن تحديات وصعوبات حياتنا؟ أين غلبكما؟ أين إحساسكما؟ أين ضميركما؟ أخي نهار، أخي طلال، نحن مثلكما تماما، إن اندماج لا تكملي. الإحساس نعمة، نحن لا نستجدي من أحد عطفة ولا ننتظره، ليس لدينا ما يستدعي طلب اهتمام من أحد، لكننا لكننا ماذا يا حسن؟ لكننا فقط نشفق على من أعيق في ضميره ووجدانه، نشفق على من أعيق في ضميره ووجدانه. نهار، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سعاد، أريح رأسك يا سعاد، أشم في كلامه رائحة استبداد. ما شاء الله، أنا كل هذا إعاقة في الضمير واستبداد؟ نعم استبداد، استبداد، استبداد. اسمت، لا تصمت بعد اليوم، الزم حدودك، الزم أنت حدودك. أما والأمر كذلك فدون ما إطالة سأبني سورا هنا بدلا من النهر، غدا سأحضر المهندس ليبني السور. أيها السنفور. لم يحدث شيء، الحياة ستستمر، الإلهام، النجاح، البصمة في هذه الحياة ليست حكرا على أحد. نعم يا سارة، ما حدث هذا رغم أنه صدمي، لكنه مع هذا سيتيح لنا حياة عادية كالتي عشناها في وجود أبي وأمي. مستحيل، بعد اليوم سنهتم بهذه الأرض، الأرض أرضنا، والعزم عزمنا، والهمة متغدة، سنبذل ما في وسعنا لتكون جنة للناظرين، وملعبا ومكانا للترفيه. أنا أجرى
أنا أحفر، أنا أقدر، أنا أقدر، أنا أقدر. أنت ربيع بلا غبون، عن نفسك أنت المسؤول. كن في القمة لا بسواها، يا مستقبلنا المأمول. يا تطلب من أحد العطف، ولتمحو بقوتك الضعف. اسأل ربك دوما لطفا، يا قمرا سنة الحياة أن الجرح شق. أي نهر جمل الأرض وشق القلب. ماؤه حلو ولكن فيه تفريق وكرب. لتبني سورا يا نهار، لابد أن تبقى القلوب بلا حواجز بينها. لا تبني سورا يا نهار، لا تبني سورا يا نهار. في دهر يبتسل يسحب العالي لأسفل. إنه الشيطان دوما مجرم مهما تجمل. في دهر يبتسل يسحب العالي لأسفل. إنه الشيطان دوما مجرم مهما تجمل. أيها الوسواس فينا، جئت والحال تحول. ليتنا ندرك أن سوف نجني الكبر حنظل. ليتنا بالحب نحيا، كي يظل الحلم أجمل. ليتنا نحسن صنعا، كي يكون الكون أفضل، كي يكون الكون أفضل. ماذا حدث يا نهار؟ تتصل بي وتطلب مني أن أستبدل بالنهر جدارا؟ سلامتك، ماذا أصابك مهندسنا المبدع؟ ثم لما هذا العكاز؟ حادث، أحمد الله أني خرجت منه على قيد الحياة. سلامات. لا تغير الموضوع. الآن أسألك، هل ستستطيع أن تبني لنا بدلا من النهر جدارا؟ هل أستطيع؟ لما هذا الأداء الجديد؟ وما الذي ينقصني؟ لا عادي، لو سمحت افعل ما طلبته منك إن استطعت دون أن تطلب مني معرفة السبب. لا تقلق، في الطريق إليك مهندس. سأنصرف الآن وأتركك تبني الجدار. سلام. طلب مني شق النهر وقال لي أنه أراد مفاجأة الجميع بهذا النهر. أشعر أنه استدرجني لتحقيق هدف لم أدركه وقتها. الآن فقد فهمت. لم أتعود في حياتي أن أكون تابعا لأحد. لا، لن أبني الجدار. يكفي أن نهار خدعني وشققت هذا النهر دون أن أعرف ما يدور في رأسي. أنا متأكد أن بين أبناء الأسرة شيئا ما. أنا أعرفه من زمن ولن أشارك مرة أخرى فيما يضرهم، وخصوصا في غياب والدهم. نعم، سأبني جسرا، جسر يصل بين أبناء هذه العائلة، جسر يعيد دمج هؤلاء الأبناء معا، جسر يجمع ما تفرق ويجبر من كسر.
سأظل أحيا بانيا بين الأشقاء الجسور. لن نرتقي إن حال بين قلوبنا البيضاء سور، إن حال بين قلوبنا البيضاء سور. الأرض تحملنا جميعا كلنا معا ندور، جسر المحبة بيننا يحيي الضمائر والشعور، يحيي الضمائر والشعور. خف يا نهار، اثبت ولا تنهار. جسدي كله تحطم، فقط لساني هو الذي يعمل. اذكر به ربك وهو سيدبر أمرك يا نهار. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك أني كنت من الظالمين. أعتذر إليكم إخواني وأخواتي فعلا كما تدين وتدان. نهار، لقد تحدثنا مع الطبيب وقال أن الأمل في شفائك ليس قليلا. تمشي بهما؟ ليس بالقدم وحدها. يحيى الإنسان. أنا طبيبك المعالج، الرأس معثون يوم القيامة فرادى، وأنت الآن قد اندمجت كل أعضائك معا. الموت للجميع، الفناء للجميع، حادثة واحدة وأنت ستضيع. أبنائي، أنا أثق بكم، الأرض ملك لنا جميعا. ماذا يحدث هنا يا نهار؟ فيما تتحدثان يا طلال؟ يختلف بيننا الأداء. إيش الطار؟ هيا كلكم الآن، هيا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تعاملوننا بهذا التكلف والتخلف. رائحة استبداد. نعم استبداد، استبداد. سأبني سورا هنا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أمي، أبي. لكن في الدنيا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحمني يا رب السماء، رب السماء. ها
اللهم لك الحمد، جسدي صحيح معافى. اللهم لك الحمد، رجلي لم يصبهما مكروه. هذه هي الحقيقة، أنا أمشي عليهما، ولدت من جديد، أهداني الله عمرا جديدا وجرس إنذار. حلم مرعب عدت به لرشدي، لا بد أن نستفيق يا طلال. الله تعالى لا يرضى بما فعلناه، لا يرضى بما فعلناه. قد عدنا، عدنا يا أحباب. أين أنتم يا شباب؟ أين أنتن يا بناتي أبنائي؟ الحمد لله صرت بأفضل حال. سبحان الله، أرأيت؟ هذه فكرتي، نفذوها. صدق من قال الأرواح تتواصل. نهر يجري في هذه الأرض، وأرض نعيش ونعمل فيها كلنا معا، وجسر يوصل للجانب الآخر حيث المزرعة والملعب للترفيه. أحسنت يا نهار، أديت الأمانة بأبدع ما يكون. لا يا أبي، الأمر لم يكن كذلك. هؤلاء أبطال، أبطال تحدوا كل شيء وتحملوني أنا وطلال. لقد كنا نعم، تحملنا طبخ طلال بملح يد ناقص. لكن لا تنسى الحلوى الرائعة التي كان يتحفنا بها نهار. ولا ننسى كلمة طلال التي كانت تحفزنا. يا شطار يا شطار. ما أنبلكم، ما أعظمكم، ما أتقاكم وأروعكم. الآن فقط أدركت أن أبسط ما يصيب الإنسان هو مصاب الجسد، وأن مصيبة المصائب هي أن نعاق في إحساسنا فلا نشعر بجراحات من حولنا. المصيبة أن نعاق في ضمائرنا فنظلم أحباءنا، فنفرق ما تجمع ونهدم ما أراد الله بناءه. الأخلاق نعمة، الشعور نعمة، الرقي نعمة، لأجلك يا رب، ثم لأجل كويتنا الحبيبة. يد واحدة، قلب واحد، صف واحد، لا تصنيف، لا تهميش، لا إلغاء، فكلنا في الوطن والإنسانية سواء. حبيبة الكويت تجمع الجميع، النور فيها دائما والخير لا يضيع. ففي الكويت كلنا صفوفنا سواء، لا سن أو تصنيف أو تهميش أو إلغاء. ففي الكويت كلنا صفوفنا يسوده الإخاء، ضميره دليل، عطاؤه سخاء. مجتمع الإيمان يفيض بالأنوار، ويرشد الإنسان ليعرف المسار. مجتمع النقاء، فنحن كالربيع، ونورنا رداء، وننفع الجميع. مجتمع الأصالة، مجتمع النماء، جذوره ثابتة لدينه الولاء. حبيبة الكويت تجمع الجميع، النور فيها دائما والخير لا يضيع. ففي الكويت كلنا صفوفنا سواء، لا سن أو تصنيف أو تهميش أو إلغاء. ففي الكويت
نرفض مذهبية تشتت الأوطان، وحدة وطنية تبقى لنا الأمان. نرفض مذهبية تشتت الأوطان، وحدة وطنية تبقى لنا الأمان. مكانكم في قلبي يا زينة الحياة، أنتم ضياء دربي وأنتم البناء. بالعلم والأخلاق والإيمان يملأ الكويت بالأمان. بالعلم والأخلاق والإيمان فلتملأ الكويت بالأمان. سنملأ الحياة بالأمان، سنملأ الحياة بالأمان، سنملأ الحياة بالأمان، فلتملأ الكويت بالأمان. الأحلام بلا أسوار ليس لمخلوق.
يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. يعني أنا كنت محضر كلمة طويلة كده، ما أقدرش يعني ما أعتقدش إن إحنا محتاجين نقولها، لأنه ما ينفعش الأضواء تيجي تتاخد من الولاد، هم أهم، هم أحسن مننا، مش هنقدر، ما فيش حاجة توفي حقهم ولا تبين قد إيه هم أبدعوا النهاردة. كانت الرسالة الأصلية للعمل ان احنا نوري المجتمع احنا ولادنا عندهم قد ايه قدرات ومواهب، والقدرات دي بانت النهاردة في العمل، ولسه هتشوفوا اكتر وهتشوفوا امور تانية احلى. احنا فخورين بيكم، واثقين فيكم، بيضتم الوجوه، اشكركم جدا. فما فيش اي حاجة تانية تتقال، واعتقد التحية الاصلية لازم تكون تحية ليهم هم. يعطيكم العافية. سلام عليكم، سلام عليكم بما قدمتم، سلام على أمهاتكم وآبائكم، سلام عليكم في الآخرين، طبتم وطاب صباحكم. ولقد صدق من قال: وراء كل عظيم معلمة، ومعلم ملهم محفز وداعم. فسلام على أصحاب الرسالات وورثة الأنبياء، على معلمي الناس الخير. شكرا معلمي ومعلمات مدرسة دسمان ثنائية اللغة. وأطلب من مديرة المدرسة أن تتفضل لتعطي هدية رمزية بالنيابة تمثل لكل معلمي ومعلمات دسمان لمديرة هذا المشروع السيدة أمل الورد. استني تعالي عشان الصورة، تعالي عشان الصورة. أدعوكم الآن للوقوف جميعا وتوجيه تحية كبيرة تعانق السماء. أرجوكم نوقف جميعا ونحيي تحية كبيرة تعانق السماء الهيئة التدريسية والطلاب. أكثر 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 أكثر. في هذه اللحظات فإنني أدعو المخرج المبدع السيد محمد غنيم للحضور إلى المسرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لحظات كنت أطالعهم يغنون سعداء فرحين، فتساءلت، والآن بعد هذا العمل الغنائي الدرامي الذي نسجته كلمات ولحن وألحان، كيف سأستطيع إيقاف سيل المشاعر الهادر تجاه هذه القلوب الطيبة النقية الموصولة بالسماء كما قطرات المطر؟ كيف سأحرم من اللقاء اليومي بهم على مدى أشهر التدريب مع هؤلاء المميزين قولا واحدا دون رياء أو مزايدة؟ منكم، والله أنا أقول هذا بصدق، منكم تعلمت
أن في هذه الدنيا عوالم وأبعادا وأنماطا فريدة ومتنوعة من الحق والخير والجمال. حرمنا أفقنا الضيق وفكرنا المحدود من نيل شرف رؤيتها والتعاطي معها. واليوم بعد أن عايشت هذه النعم عن قرب أقول: الحق موجود، الخير موجود، الجمال موجود، ونحن أيضا نعيش حتى الآن في هذا الوجود. لكن مشكلتنا الرئيسة والأزلية هي في الاختيار، نبني الجسر أم نبني الجدار؟ تريث أيها الإنسان وانظر إلى تلك الجدران التي بنيتها بينك وبين الله، بينك وبين خلق الله معا، لنبني الجسور لا للجدران. فالحياة فيها ما ومن يستحق، ومن يستحق. شكر الله لك. وباسم إدارة المدرسة تتفضل مديرة المدرسة، وين الصور يا سما، لتقدم الهدية من صنع الطلبة للسيد محمد غنيم مخرج هذا العمل. شكرا. هذه الصور الجميلة حتى لا أبخس أحدا حقه أهديها لابنتي سما التي غنت هذه الأغاني الجميلة طيلة سما، إذا سمحتي تفضلي معنا. هل هتتصور مع مس سمر؟ طب تفضلوا الجنون. أما الآن بالأصالة عن قسم الدراسات العربية في المدرسة وبالنيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة، فإننا نثمن الرعاية الكريمة للمدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة السيدة هنادي المبيلش، وندعوها هم بيحكوا لك تفضلي، وندعوها لإلقاء هذه الكلمة بين يدي هذا الحفل الكريم. نحيي تحية كبيرة السيدة هنادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر لوجودكم صراحة، كان في كلمة بسيطة جدا أنا مجهزتها، لكن صراحة الكلمة اللي احنا معدينها لي يعني صراحة ما توفي ربع أو حتى عشر اللي أنا شفته اليوم. إنجاز وإبداع جدا ما توقعت. أول مرة في حياتي أحضر لمدرسة دسمان، وبشكل عام أول مرة أحضر، يعني صراحة أكثر من إبداع. إحنا عندنا أكثر من مبادرة في مع خطة التنمية بدولة الكويت، ثلاث مبادرات: دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشروعات الصغيرة. هذا أكبر مثال اللي شفناه اليوم في دمج ذوي الهمم في المجتمع. بارك الله فيكم، اللسان فعلا يعجز عن أي كلمة أقدر أقولها اليوم، والحين صار عندي فعلا تفسير لما يوني أولياء الأمور يقولون نبي دسمان. الله. عرفت ليش؟ الحين التفسير واضح. الله يعطيكم ألف عافية. مستمر بدي خليكي بالله بعد إذنك. طيب يعني سيدة هنادي، هذه الكلمات هي أمانة في أعناقنا وتحملنا المسؤولية دوما نحو الأصالة والتميز. أبنائك بقسم الاحتياجات الخاصة، لدينا أستاذ محمود برنامج التدريب المهني، صنعوا هذه الهدية لك شخصيا بأيديهم شخصيا. فأدعو الطالب حيدر الدمحي وجنات البلوشي بتقديمها للسيدة. صور صور أخي صور. من عندي من عندي. هيه 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 هيه
نسيت أقول أنا اليوم أنا اللي تشرفت في لبس أحد المنتجات اللي أنتجوها أحد طلاب دسمان اليوم عباس. تحية لعباس أيضا. تحية لعباس. معليش بدنا نغلبك تضلي معنا. وإننا نوجه الشكر الجزيل إلى الإخوة المسؤولين وشركاء المهنة في وزارة التربية، ولدينا نتشرف بحضور السيد أسامة السلطان وكذلك الدكتور سلمان اللافي مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. أدعوهم للتفضل لالتقاط صورة شخصية وأستاذ محمود هدية للدكتور أسامة والدكتور أبو راشد. تفضل. هدية هلا. طيب. ممكن جدا. معلمة ساعدنا مسمونة، خلي الأطفال أمام، مسمونة ساعدينا بالأطفال. تعالي الدكتور سلمان. لا أي وحدة دكتور سلمان مكتوم. دكتور سلمان. طيب أعطي للدكتور. طيب أبناؤك دكتور سلمان يقدمون لك هذه الهدية التذكارية. طيب وكذلك نحن نتشرف بأن ينضم لنا أيضاً الداعمة المستمرة لهذا البرنامج السيدة آمال الساير. أنا الحقيقة ودي إنه أيضاً السيد بشار عبد الله الحقيقة يتفضل بالصورة معنا، وكذلك السيدة نادرة الريس اتفضلي بالصورة، ودكتور مشاري أستاذ أحمد اتفضلوا بالصورة. مسمونة ساعدينا الأطفال أمام. الأطفال أمام. حبيبي تعالي هنا. تعالي ساعدينا الصورة الجماعية رجاء. مين؟ لا فصل. ويسعدنا مرة أخرى وجود الأخ فيصل الموسوي بيننا. فيصل سعد. تمام. و وأيضا أخي فيصل أبنائك وحابين يقدموا لك هذه الهدية أعدوها. بتحب تقول شيء فيصل؟ تفضل. السلام عليكم. أنا كنت متوقع أني بكون سعيد لأن أدري دسمان دائما إبداعاتهم وطلبتهم إبداعاتهم ما توقف، لكن ما تصورت أني بكون سعيد لهالدرجة. توقعت أني بأثر فيهم لكن هم اللي أثروا فيني. كلمتي اللي بقولها حق الله يسلمكم شكرا. كلمتي اللي بقولها لأولياء أمور هالطلبة هذيلي، أنتوا عندكم كنز والإعاقة اللي فيهم كنز. هالكنز هذا إذا استغليتوا صح بتشوفونهم بأعلى المراتب وبتمتلكون كنز طول عمركم بدون يأس بدون وقفة. أنا إعاقتي حصلت في 2005 لما شفتها أنها كنز. اليوم وصلت صرت أسرع غواص في العالم. اليوم أنا جاي موني أشجعهم وأحفزهم، اليوم أنا جاي أخذ جرعة تحفيز وخلنا نقول باور من عندهم. فأنا تعلمت منكم وايد اليوم، فصفقوا حق نفسكم وايد اليوم. وأيضا يعني معلش ثقلت عليكم سامحوني أنا متأسف منكم، بس أيضا شرفنا بالحضور الدكتور علي الأنصاري. والدكتور علي الأنصاري هو الرئيس التنفيذي لجمعية أبي أتعلم. فشكرا دكتور علي الأنصاري. مع الأسف الدكتور علي الأنصاري جاء شوي متأخر، يعني أنا ما انتبهت عليه غير في نصف الحفل تقريبا. يعني طبعا الشكر لكم جميعا، ولكن شكر خاص
له، لأنه جمعية النفع العام اللي هو يرأسها جمعية أبي أتعلم، تعلم الطلاب اللي بالكويت اللي يحتاجون مساعدة، سواء كان عندهم إعاقة أو مرضى في المستشفيات، ففعلا ترفع القبعة لهذه الجمعية. شكرا على حضورك دكتور علي، شرفتنا شرفتنا شرفتنا. فعل الخير فعل الخير. ألف مليون مبروك، العام انت بألف خير وسلام و يعني أخيرا وليس آخرا، حقيقة واجبي باسم إدارة المدرسة أني أتقدم بالشكر للإخوة والأخوات الإعلاميين والإعلاميات اللي شرفونا اليوم وساهموا في التغطية الإعلامية. تلفزيون الكويت نحييهم، القناة الأولى والقناة الثانية، وأيضا تلفزيون العدالة، قناة المجلس الإلكترونية، قناة سرمد الإلكترونية حاضر، وقناة النهار الإلكترونية، وجريدتكم الإلكترونية جريدة الراي، جريدة الأنباء، وأخيرا وليس آخرا جريدة الجريدة. نحييهم جميعا. ست هنادي، احنا عندنا السلوغن بنستخدمه في دسمان، بنقول باستمرار انه قديما قالوا ليس بالامكان احسن مما كان، لكن لم تكن قد ولدت دسمان. حيوا دسمان ونستمر كل شيء خلاص. طيب احنا بنشكركم جميعا، بنشكركم بكل ما تعنيه الكلمه، شكرا حقيقه. يعني اسف اذا ما وفيت، والاخوه طبعا جريده القبس على العين وعلى الراس، ما يعني و نعم، وحقيقه انتم الامهات الاباء دعمكم مقدر جدا جدا لنا يعني، وان شاء الله دسمان تلتزم من مستمر انه ان شاء الله من عالي الى اعلى باذن الله رب العالمين. سورة الجمع كويت الخير أم معها للمجد سرنا، غرت الأنجوم منا وبدسمنا كبرنا، وكويت الخير أم معها للمجد سرنا. يا أم حيينا، للذي جاد بحب والذي ضحت سنينا، نحن فيك أنت فينا أوفي يا أم حيينا، للذي جاد بحب والذي ضحت سنينا. كم أنرتم من عقول بقلوب تحتوينا، يا دسمان ستبقى دائما حسنا حسينا، كم أنرتم من عقول بقلوب تحتوينا، يا دسمان ستبقى دائما حسنا حسينا.
الوطن فخر يا بلادي فرق بينا وغدا بالعلم نجني حلمنا دنيا ودينا نحن للأوطان فخر يا بلادي فرق بينا وغدا بالعلم نجني حلمنا دنيا ودينا بسمات المبدعين وطموح الواثقين جيلنا